يلا امشي. اسمعني. شو؟ بعرف اني بالغت بردة فعلي اليوم، ولهيك بعتذر منك. مو مشكلة ياش، امشي. بس كلامك كان صحيح، معك حق يا سمير، في فكرة ما عم تطلع من بالي. لما أنا وياك منجي الصبح المكتب ما منجيب معنا شي، وبالنا بيكون مرتاح كتير بالبيت، ما في أولاد عم نتركهم ورانا، وما عنا أي شي تاني غير الشغل. بس بالنسبة للأمهات يلي بيروحوا على شغلهم، بيضطروا يومياً إنهم يتركوا أولادهم وراهم ويجوا على الشغل. إيه معك حق، بس نحن شو فينا نعمل لهم؟ فينا نعمل لهم كتير شغلات يا سمير، واجبنا نعمل. شو قصدك؟ شو بيعنوا لنا الموظفين؟ موارد بشرية؟ ما هيك؟ صح، الموارد البشرية يلي عنا ما رح يقدموا 100% من قدراتهم إلا وقت يكونوا مأمنين على وضعهم مادياً وكمان معنوياً. رح فهمك، أنا كنت عم راقب نيها طول اليوم وخلصت كل شغلة بالمكتب، بس يعني مخها ما كان معها أبداً، كان كل تفكير عند بنتها باري. اليوم أول مرة بتروح باري على الروضة، ونيها مانا الحالة الوحيدة، في مثلها كتير كتير أمهات بيشتغلوا وبيتركوا أولادهم بالبيت كمان، أو بيدوروا على شي مكان تاني ليحطوا فيه أولادهم لحتى يقدروا أنهم يجوا يداوموا بشغلهم. طيب ياش، قلي أنت بشو عم بتفكر؟ شو رأيك بأنه نعمل روضة تكون تابعة للشركة؟ روضة؟ ليش مستغرب؟ فينا نعتبرها مبادرة لدعم الموارد البشرية، يعني إذا منفتح مركز لرعاية الأطفال رح نحل مشاكل كبيرة. في كتير بنات عنا بيشتغلوا بشركاتنا بكل فروع وبالمكاتب، مثل ما بتعرف الأمهات نسبتهم 70% تقريبا، وبظن إنها نسبة كتير كبيرة. يوميا وقت يجوا على المكتب بيتركوا أولادهم لحالهم بالبيت، وشي أكيد تفكيرهم بيضل عندهم. بهي معك حق ياش، كل الأمهات يلي عم يجوا لهون بيضل بالهم مشغول على أولادهم، لهيك إنتاجهم بيضل محدود بين 60-70%، بس إذا أولادهم كانوا قدام عيونهم أكيد رح يوصل إنتاجهم 100%، وهالشي رح يفيد الشركة. كمان الأمهات اللي عم يشتغلوا أكيد رح يرتاح بالهم لأنه مطمنين على أولادهم. فكرتك رح تحل كل هاي المشاكل. شايف؟ لكان خلينا نخبر جدة وناخد موافقته. ايه اش قلي؟ ايه جدي، في عندي فكرة لمشروع، يعني بدي اخد موافقتك لنبلش فيه. مثل ما بدك، انا موافق، نفذه.